عثمانية، ولكن حالما كانت تقام الصلاة ينضم ابن مسعود إلى الجماعة فيصلي معهم. فإذا قيل له كيف نكت عثمان ثم صليت خلفه؟ قال أكره الخلاف، لأن ما بش أضر من الخلاف في المساجد، ولهذا قد كان يخالفه في الرأي ولكن ينضم إليه إذا صلى، لأنه إذا صلى وحده ابن مسعود سيكون هناك أناس على مذهب ابن مسعود ومقلدي فيتبعونه فيصلون خلفه، ثم هناك ناس انتهازيون ينتهزوا الفرصة لشكل عصا بين المسلمين فيذهبوا يصلوا مع ابن مسعود. لا حبا في سواد عيون ابن مسعود ولا ترجيحا لقوله، ولكن لأجل الخلاف، لأجل يقوي القول النادر. رواه البخاري في التفسير باب الشر إذا خرج من الموضع. هو مسلم في أول صلاة المسافر من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تقدم السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان، لأن عثمان قال أنه قد تزوج، فإذا قد تزوج في مكة فقد أصبحت مكة وطن له. وقال بعضهم إنما أتم لأنه سمع أن بعض الأعراب سكان البوادي وصلوا إلى بواديهم وبيقولوه هو كبير المؤمنين ما بيصلي الظهر والعصر والعشاء إلا ركعتين، مشتري أنه لأجل السفر، فلهذا أتم. هكذا قالوا. وقال الحافظ والمنقول عن سبب اتباع عثمان انه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا مذهبه ابن عثمان بن عفان ان الذي يكسر السائر الناس ما يكسر راي عثمان ان الذي يكسر الصلاه هو من كان سائرا، أما الناسم فلا فلا يكسر. هذا رأي أن الأحاديث قد دلت على أن الإنسان إذا نسم فإن كان هذا الناسم عازم على 4 أيام أو أقل فإنه يكسر، وإذا كان عازم على 5 أيام أو أكثر فإنه يتم. هذا إن كان عازماً، فإن كان متردداً فالظاهر ما قال الشوكاني أنه يبقى يكسر 20 يوم ثم يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متردداً في تبوك وبقي يكسر 20 يوماً. وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فلا هو المقيم فيتم. والعجة فيما روى أحمد بن إسحاق الحسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا صلى من الظهر ركعتين في مكة ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمر بن عثمان فقال لقد عبت أمر بن عميك عثمان، لأنه كان قد أتم الصلاة. قال وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء 4 على 4، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة كثر الصلاة، فإذا فرغ من الحاج وأجاب بمنى أتم الصلاة. عندها المقيم حكمه مثل حكم الجالس في بلده، ما يسميه مسافر ويقصر إلا إذا هو موالي للسفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما. فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال كان يكسر ويتم اي هو، والتاويل الذي تاولته قد اختلف به،
بقي ظنت أن القتل مشروط بالخوف السواد، لأن بعضهم قال أن الآية مقيدة بكون في حال الخوف والسواد. لكن قد ورد حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت تصدق الله بها عليكم ولو كنت آمني. فإذا جعل الخوف سبب القتل، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يكسر الصلاة والآية أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، وأن هذا صدقة من الله. الحديث قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفسدكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فالقتل مشروع في السفر ولو كان المسافر هذا آمنا، وشرعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجراح منتبع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، لأن الحديث منذوق والآية تدل على أنه لا بد أن يكون خائف. هذا مفهوم، وإذا تعرض المنطق والمفهوم يرجح المنطق. والآية أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع الله، وقد يقال إن الآية اقتضت كسرا يتناول كسر الأركان بالتخفيف، وكسر عدد ونقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. فإذا وجد الأمران أبيح الكسرى، فيصلون صلاة الخوف مكسورة عددها وأركانها. وإن انتبى الأبران فكانوا آمنين مقيمين، انتبى الكسران فيصلون صلاة التامة الكاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه الكسر وحده. فإذا وجد الخوف والإقامة كسرت الأركان واستوى العدد، وهذا نوع كسر وليس بالكسر المطلق في الآية. فإن وجد السبب والأمر كسر العدد واستوى الأركان، سميت صلاة أمن، وهذا نوع كسر وليس بالكسر المطلق. وقد سمى هذه الصلاة مكسورة باعتبار نقصان العدد، وقد سمت أمن باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في كسر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة عائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مكسورة من أربع، وإنما المفروض ما كذلك، وأن فرض المسافر ركعتين. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. في بعض صلاة الخوف أن النبي صلى الله بقوم ركعة وبقوم ركعة، كانت له ركعتان وللمؤتمين ركعة فقط في ركعة فقط. هذه إحدى صفات صلاة الخوف. قال: وفي الخوف ركعة، متفق حديث عائشة وأخبرت مسلم حديث ابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نكسر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته. ولا تناقض بين حديثيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمع، علم عمر أنه ليس المراد من الآية كسر عدد كما فهم كثير من الناس، فكسر السبب ركعتان تماما غير قصر. وعلى هذا فلا تلال في الآية على أن كسر عدد مباح مبني عنهم ذكرا، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أدم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك، ونبين ما فيه إن شاء الله. سيأتي في باب صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الخوف على حتة سباع، والكل جائز، ومن جملتها أنه صلى أربع ركعات بقوم ركعتين وبقوم ركعتين، فهي له أربع ولهم ركعتين في ركعتين. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي بالأربع ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه. أنا أحب أن أصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فهو عندي أحب من أربع ركعات والذي لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ابن مسعود يسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما، بل الأولى على قولهم، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السماء. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين، وابا بكر وعمر وعثمان يعني في صدر خلافه عذرا، والا فعثمان قد اتم في اخر خلافته، وكان ذلك احد الاسباب التي انكرت عليه، وقد خرج الرجال فعله تاويلا الذي كانوا متعادين عثمان. أتوا لعثمان عيوب كثيرة، ومن جملتها أنه كان يتم في منى في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلوات. أتوا لعثمان بعيوب، من جملتها أنه لم يشهد بدر، من جملتها أنه لم يكن من أهل بيعة الرضوان، وقد أجاب عنهم عثمان قال: أما غزوة بدر فقد كنت ممن عازم على السفر والحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بأن أبقى عند ابنة النبي زوجة عثمان لكونها مريضة مرضا شديدا، فبقي يمرضها حتى انتقلت إلى رحمة الله فدفنها. ووصل البشير من بدر إلى المدينة يبشرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتصر على قريش في تلك اللحظة الذي فرغوا فيها من دفن زوجة عثمان بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم أنه لم يكن من أهل بيعة الرضوان، فما وقعت بيعة الرضوان إلا من تحت راسه، لأنه هو الذي ذهب إلى مكة يتفاوض مع قريش، فجاء خبر كذب إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل وأن قريش قد قتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا قد خانوا وقتلوا عثمان وهو عبارة عن رسول وقد وجب قتالهم، قوموا بايعوني على أن نقاتل حتى ننتصر أو نموت. فجاء أصحاب كلهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم،
تحت الشجرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم احاط لعثمان وقال وهذه عن عثمان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة اليمنى وبايع لعثمان باليسرى وقال وهذه عن عثمان. وأيما أفضل، أن يبايع عثمان بيده أو يبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أفضل. هذا من جملة ما قالوا، أنه نفى أبو ذر وأمر بضربه، وأنه أمر بضرب ابن مسعود وغيرها من الترهات. قال وقد خرج لفعله تأويلا، أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتين في الحضر والسفر. ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحراب ذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حديث عهد بالإسلام، والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التأويل ردها المؤلف. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه لأنه ملك على الناس كلهم وخليفة على الناس كلهم. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له يا رسول الله أن نبني لك في منى بيتا يظلك من الحر، فقال لا، منى مناخ منسبا. نص العلماء أنه لا يجوز أي وسيلة أرض منى، ولا يجوز يتكرها أحد الناس ويعمل لنفسه. قال فتأول عثمان أن القدر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بمكة عشرا يقصر الصلاة مع أنها مدينة. التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسماه مقيما والمقيم غير مسافر. ورد هذا التأويل في أن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يكسر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجبال الثالث يكسر الصلاة. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى، كان يسويها عاصمة، فاتخذها دار الخلافة، ولهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضا مما لا يخفى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة في مكة بعد نسكين، ورخص لهم فيها ثلاث أيام فقط، ولم يكن عثمان يدركهم بها. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص بها ثلاث مذاهب لأنهم تركوها لله وما تركها لله، تركوا مكة، فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال عمر لا تشتريها ولا تعد في صدقته، فجعل رعايته من صدقته ما احب اخذها في الثمن، اي قلوب غلطه من غلطات عثمان، وعثمان ليس بمعصوم. احسن. التاويل السادس انه كان قد تاهل بمنى، والمسافر إذا قام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عكرمة ابن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبي قال صلى عثمان بأهل منى أربعا، وقال يا أيها الناس لما قدمت دعاءك بها
واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تاهل الرجل ببلده فانه يصلي بهم صلاه مقيم. رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده واسناده ضعيف. فهذا على كل تاويلات الافضل انهم يقولوا غلطه من غلطات او خطا من خطا عزمه. وكل مجتهد لا بد ان يصيب ولا بد ان في بعض الاحوال ان يخطي. ومن اخطا فله اجر ومن اصاب فله اجرين. وعبد الله بن الزبير الحميدي بمسنده ايضا وقد على البيهقي بانقطاعه وتضعيفه. عكرمه بن ابراهيم قال ابو البركات بن تيميه. هذا ابو البركات بن تيميه هو مجد الدين بن تيميه مؤلف كتاب منتقى الاخبار. وهو جد شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه. هذا ابو البركات واسمه عبد السلام. وهذا شيخ الاسلام اسمه احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. ويمكن المطالبه بسبب الضعف فان البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروح. وقد رسى احمد وابن عباس قبله ان المسافر اذا تزوج لزم الاثم. وهذا قول ابي حنيفه ومالك واصحابهما. وهذا احسن ما اعتذر به عن عزمه. هذا العذر السادس. وقد اعتذر عن عائشه انها كانت ام المؤمنين حيث نزلت كان وطنها. هذا بارد. وهو ايضا اعتذار ضعيف. ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو المؤمنين ايضا وامومه ازواجه فرع عن ابوته ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى عائشه بن عروه عن ابي انها كانت تصلي السفر اربعا. تقول ترى لو صليت ركعت الوقت يا ابن اخي انهم لا يشق علي. مذهبها مثل مذهب الامام الشافعي ان القصر رخصه والتمام افضل. مذهب الشافعي ومذهب عائشه ان القصر رخصه والتمام افضل. كان الشافعي رحمه الله كان فرض المسافر ركعتين كما اتم عثمان ولا عائشه ولا ابن مسعود. ولم يجد ان يتم مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشه كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم وقصر. ثم ما صح لدي اتم وقصر. ثم روى عن ابراهيم بن محمد عن طلحه بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح عن عائشه قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة السفر وأذان. حديث ضعيف. قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وصحيح إسناد فيما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الطارق بن عن المحامل حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال الطارق لماذا إسناد صحيح رواه البيهقي والطارق والإسناد كما روى المصنف. لكن الجمهور ضعفوا هذا الحديث وعلى رأس ابن تيمية. ثم ساق من طريق أبي بكر أن نيسابوري عن ابن عباس الثوري أنبانا أبو نعيم اعتذر على ابن زهير. حدثني عبد الرحمن بن الاسود عن عائشه انها كبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه حتى اذا قدمت مكه قالت يا رسول الله بابي انت وامي كسرت واتممت وصمت وافطرت. قال احسنت يا عائشه. وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا الحديث كذب على عائشه ولم تكن عائشه لتصلي بخلاف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي شاهد يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائل فرض الصلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقر الصلاة السبب. وكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال وجد في قال إجابة المسافر وسفر الرجيع ما يلي الميل والميل الهاشمي من شوف إلى هاشم عن في العبد مناف بن قصي ست رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كثر أنبياء الأباد وبردها والميل ألف باع كل باع أربعة أذرع كل ذراع 24 إصبعا كل إصبع ست حبات شعير بدون بعضها إلى بدون بعض وعرض كل شعير ست شعيرات ست بردة والله كل خطى 4000 خطوة كل خطوة 3 أقدام وعليه في الميل يساوي 12000 قدم ويساوي الميل بالأمثال 1848 متر طولية ينظر فيما تكتب المغني ما مطبعات حجر متقاربة قال نقلا عن كتاب إجابة المسافر وسفر المقيم وعليكم سعد ابن قاسم الفارع قال خرجت للسفر عن مدينة من مدينة عز وهي مكر السكن إلى صنعاء وهي مكر العمل فأدرك نظار بالطريق ولكن السائق والركاب أصدوا على أن يصلي عند وصولنا صنعاء فهل أتم عند وصولي صنعاء أم تم ما دمك ادخلت المدينة تم حديث كلكم لآدم وآدم التراب لا فضل على العربين على عجمي ولا جد على أسوة إلا بالتقوى من روى هذا الحديث الحديث صحيح لكن ما أذكر شيء لا هذا الحديث صحيح من روى هذا الحديث كلكم لآدم وآدم التراب لا فضل على العربين هذا في حجة الوداع كيف صحيح رجل سافر إلى عدن مثالا فأقام بفندق وهو الفندق وجوار الفندق مسجد فكان لا ينزل لصلاة مع المسلم وإنما كان يقصر في غربته فما هو الحكم وما هو الأفضل الأفضل أنه يخرج المسجد لازم تكون جماعة 25 جزء ولا يتكيسر إلى هذا العدد قد عانى الله وصار من صنعاء إلى الحديدة صنعاء إلى عدن ما عدا يعينش ينزل من الفندق لا عند المسجد هذا محروم إذا خرج رجل لشراء شيء من باب اليمن ولم يجد هذا الشيء فما زال يبحث عنه طريق وصل إلى ثمر مثلا أو إلى معبر فهل تطبق عليه أحكام المسافر حتى ولو لم يكن هناك دنية السفر وإنما هو البحث نعم إذا جاء وقت الظهر أو وقت العصر وهو في الطريق فيقصر لأنه مسافر ولو لم يكن مسافر إذا كنت مسافرا ودخلت المسجد لصلاة الظهر إذا كنت مسافرا ودخلت المسجد لصلاة الظهر وكان في المسجد جماعة وهم مقيمون يصلون أربعا وأنا مسافر فماذا أعمل؟ ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فليتم فليتم ولهذا العلماء يقول المسافر يقصر إلا إذا صادف وقد صلى خلف من قد كان مقيما فحكمه حكم إمامه فليتم هذا هو الذي نحمل به دائما إذا سافرنا ودخلنا المسجد هم يصلوا أربع وأنا أصلي أربع مثلهم أما إذا قدموني أصلي بهم فأنا سأصلي ركعتين
وهم يتموا الركعتين الأخيرتين. هذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للهادوية. فالهادوية قالوا القصر واجب، وقالوا متابعة الإمام واجبة، ولا يجوز خروج المؤتم قبل الإمام. قالوا إذا صلى المسافر خلف المقيم فليجعل الركعتين الأولتين نافلة ويسلم على عندما يأتي الإمام والمؤتمين التشهد الأوسط، ثم يصلي الركعتين الأخيرتين فرض. هذا هو مذهب الهادوية. ومنهم من يستنكر، يجي يقول حاضر المسجد الفلاني صلينا في واحد صلى وسلم على ركعتين وانا بصلي الله، ثم قام اذان ركعتين وسلم وخرج. نقول هذا هدوي. ومذهب الهادويه ان القصر واجب، وانه لا يجوز الخروج من الصلاه قبل الامام، ولهذا اضطروا ان يجعلوا الاولتين نافلتين ثم الاخيرتين فريضه. لكن هذا خلاف الحديث، حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنه ان المقيم اذا ان المسافر اذا صلى خلف المقيم فريضه. قال اصلي معهم اربعا وهم ليسوا جماعه، صلي اربعا مثلهم. واذا جئت وهم في الركعه الثالثه صلي معهم ركعتين، ثم تم ركعتين اخيرتين. لماذا؟ لان قال ابن عباس انك قد اصبحت مقيم، وحيث قد اصبحت مقيم فيجب عليك ان تصلي اربعا. نعم، قد تذاكرنا في هذه المساله وقررنا انه يصلي الركعتين الاولتين له بعد الامام في الاخيرتين، ثم بعد ذلك يتم ركعتين. شخص موظف في مدينه عمره وهو من سكان صنعاء، ونصحه بالقصر وهو متلبس في ذلك، كما المسافه من صنعاء الى عمره ماشي، هذا اول من صنعاء اليمن من باب الشقاتي او من باب شعوب الى باب مدينه عمره. الان ما عاد من حسبها قلنا لكم الا من عند الازرقين او من عند المدار او غيره. انا مذهب مش معنا على هذا ما مش انا مذهب سيد سابق. نعم الناس تعرف لا مانع من القصر. قال اذا كانت غلط من عثمان صلاته اربع بدل ركعتين، فكيف حديث رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ كذا تابعنا امك وعمر ونص عمر ونص خلافات عثمان. النبي أراد في الطرق في الطريق ما عرفش المسائل الفروعيه، والا فهو يختلف راي عمر مع ابي بكر وعمر مع علي عثمان مع ابي بكر الى اخره. ليس المراد بالسنه في المسائل الفرعيه، بل المراد طريقه في المسائل الكليه. وما اظن انه فعل ذلك الى حديث رسول الله اذا تاهل الرجل ببلده فانه يصلي بها صلاه مقيم. لكن قالوا ان الحديث ضعيف. قال متى يبدا المسافر بالقصر من بيته او من خارج المدينه؟ من خارج المدينه بعد ما يخرج من المدينه بميل. قال فرض الصلاه في الاسلام، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام؟ وكيف كانت؟ صلى قصرا، صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعه لركعتين من يوم الاسلام. قبل الاسراء، قبل الاسراء قد كانت قبل الاسراء ركعتين الصباح وركعتين بعد العشاء، هكذا قالوا.
قبل ما تفرض الصلوات الخمس كانت ركعتين في ركعتين. مر معنا في جلسة الأربعاء الماضي في أديب صلاة الحديث ذكر فيه عند التجار كأنه حي أبي يحيى لشيخ ابن الأنصار، وتوهم بعض الطلبة أنها أبو يحيى بالياء، والصواب أنها بالتاء كما في مسند أحمد عين أبي تحيى. قال الصواب أنها بالتاء كما في مسند أحمد حديث 20054، والإصابة صفحات 44 جزء سابع ترجمة سعارة مسلم فلي صح الله. هذه الضرورية ترجعوا بنعدوا لنا أكثر نتو باب صلاة الكسوف حتى هذا أبو يحيى دورها باب صلاة الكسوف، لأن نحن قلنا أنه أبو يحيى وهو أبو يحيى كان20054، وفي الإصابة رقم 7 صفحة 44 صلحت ما كل ضرب. هكذا الطلبة الرشيدين والمهتمين يغيروا علينا.
قعدت في بلندن كان يخبيت. عجبنا الجواب على الان اجي يكررون مرة ثانية ومن تشكيل الاخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قمنا برحلة إلى شباب وإلى ثلاث قال يعتبر سبق في صحفها وكاسر عام وسبق أو عائل وأولى في كل صنعة وتعز والحديد ولكن عملها الثاني في صنعة فهل يكسر عند ذهابه إلى الحديد أو تعز يضيف بها من يومين إلى أربع أيام؟ نعم يكسر. خرج الأربعاء والخميس للبلاد لينظر رسلة وبال وسافر الجمعة الثانية يجمع ويكسر يكسر. نعم أما الجمع فسيأتي أما الجمع فسيأتي أما الجمع فسيأتي. قلنا لكم ألف مرة ومرة لا تكون شدت والعزل قبل ما يجي عادة تدرس ترسم في باب الجمع بين الصلاة صلاة العيد هل هي سنة مؤكدة أم فرض؟ قلنا لكم في الدرس الأول وأنتم متخلفين ما جيتوش كررنا صلاة العيد اختلف العلماء فيها فقيل أنها واجبة وقيل أنها سنة مؤكدة. قال الإمام المهدي في الأزهر باب وفي صلاة العيدين في وجوب صلاة العيدين خلاف الذي كرره الهادي والذي كرر الشوكاني أنها واجبة لثلاثة أدلة. الدليل الأول قول فصلي ربك والحر. قال بعض المفسرين المراد صلي صلاة العيد والحر الأضحية. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يخرجوا والأمر يقتضي الوجوب. الدليل الثالث أنه إذا صلى في يوم جمعة فإن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة وما يسقط الواجب إلا واجب. تيتها ثلاث مرات في يومين. هل صلاة جماعة؟ هل صلاة جماعة للعيدين في البيت يجوز أو بالمستشفرات أو هل تجزي؟ صلاة العيدين يشرع فيها الجماعة ولكن لا مانع من صلاتها منفرد ولكن خلاف السنة. أما أنها قد أجزت فقد أجزت عن صلاة يخرجنا إلى قرية فيها ضعف نعم فاسد عن ما ولبوش. إذا خرجت بعد سنين على أعفاضها يقول يغامز ويورثوا والشيبات يقولوا هذا دين جديد ما قد سمعناه لأن الدين عند الناس والذي اعتادوا عن آبان معنا اعتادوا مش هو الموجود في الكتاب والسنة. قال في مختار الصحاح أن الميل هو ما غاب الشيء عن النظر ذكره ابن السكيت. هذا رأي ابن السكيت أن الميل ما غاب عن النظر بحيث ما يستطيع شر الإنسان يميز هل هو رجل أو امرأة أو عمارة. ما دليل الشافعي في قول الله كسر في سفر إلى المعصية؟ لا مشتري العالم لا فرق بين أن يكون المسافر مسافر لقربة وذلك مثل الحج والعمرة وصلة الأرحام أو لمباح وذلك للسياحة أو للتجارة أو لمعصية وذلك ليذهب يسرق أو يعصي. لا فرق. مشروعية القصد لكل من كان مسافرا سواء كان سيسافر لمعصية أو لطاعة أو لمباح وسواء كان مرتاحا أو غير مرتاح وسواء كان على الطائرة أو الباخرة أو على السيارة أو على الراحلة أو ماشي لا فرق. مهما كان سفر فمشروعية السفر تجعله يقصر الصلاة على أي صلة كان. قال إذا كان الإنسان مسافر وأثر المغرب ولم يصل من السفر إلا بعد خروج وقت المغرب ساعة
فإن استحق فضل الوقوف في الصلاة حال يستحيل المغرب حتى يصل من السماء. إذا ما رضيش صاحب السيارة يضطرون تضرب يوصل حتى لا يتضرب السيارة صاحب المصلي. ما معنى النازل وما حكم من اتخذ في كل بلد موضع له أي في كل محافظة أن يبصر عند دخول هذه المحافظة وعلى الأحسن أن تسعى الجمع ورجعنا إلى الجمع بين الصلاتين ورجعنا إلى الجمع بين الصلاتين. إذا شو صلى باب الجمع بين الصلاتين ما عاد كذلك ما تقلقوا الوسائل حق الجمع بين الصلاتين شديها كلها كل سؤال. لكن حال ما نوصل على شاف تحضات المحافظة ومن ولا عدل في أبدا يقول لكم لا عو لا عو لا عو. الناس هو الذي ينسم في القرية أو في المدينة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام ويواصل السفر. المقيم في بلد مؤكدا إذا كنا جماعة وأمنا إلى مسجد في جماعة مثل ما وجئنا إلى مسجد في جماعة فأي رأب وصل جماعة جماعة إله الحضر يعني قصيده آه. يعني قصيده 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 يعني قصيده. قال علماء الأصول إذا قال الصحابي من السنة كذا فحكمه حكم المرفوع كأنه قال السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فليتم. وقلنا لكم أنه إذا وصل وقد صلى ركعة أو ركعتين يدخل فيكون تام مثله. وإذا سلم الإمام وهذا المؤتم ما قد صلى إلا ركعتين أو ركعة واحدة فليتم أربعة. هذا المنصوص عليه الذي قلنا لكم في الثلث الأول وفي الثلث الثاني. وقلنا لكم وذهب الهاتوية إلى أن القصر واجب وتأخير الإمام خروج من الصلاة بعد الإمام واجب ولو يطلعوا على حديث النسائي الذي رواه ابن عباس فقالوا لا يصلي إلا في الأخيرتين ينتظر في الصبح لو ما قدوا في الأخيرتين ويدخل بينهم كما يفعل بعضهم أو يدخل من أولها ويجعلها نافلة. هذه المسألة كتيتها أربع مرات. إذا بقي الناس داخل المسجد يوم الجمعة إلى وقت خروج الإمام ذلك سيسجل زعمة في الجامع حتى يخرج الإمام عملا بالحديث. فما قولكم في هذا؟ إذا بقي الناس داخل المسجد يوم الجمعة إلى وقت خروج الإمام فذلك سيكون زعمة في الجامع حتى يخرج الإمام عملا بالحديث. في وسائل يصير يتفرج على الرياضة لا أو ما يسمع الإمام قد يخطب هذا هو فهم خطأ وقصة أنهم يجلسوا بعد الصلاة لا ما يخرج الإمام خرج من المسجد هم ولا واحد يتحرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأحاديث الذي يبكر الإنسان من الصباح حتى إذا جاء الإمام خرج من بيته إلى وسط المسجد حضرت الملائكة وصلى. وهذا بيتوهم أنه إذا خرج الإمام من المحراب إلى الشارع
فينتظر ولا يخرج حتى يخرج إمام الصلاة. فإذا إمام الصلاة هذا خير ما يجلس يتغدى ولا يعتكف أو يدرس أو غيره، فيلزم من هذا أنهم يجلسوا وما يخرج بغلا. المراد إذا خرج الإمام من بيته إلى المسجد، وليس المراد إذا خرج الإمام من المسجد أنهم ينتظروا فإذا خرج يخرجوا. قال الرجل سار من مدينة عش فصلى الفجر ثم قام بكسر الظهر والعصر، فقال أنا أخذ بمذهب الشافعي فمرح. رجل سافر من مدينة عز صلى الفجر ثم قام بكسر الظهر وراء، فقال أنه أخذ بمذهب الشافعي فمرح. كلهم يقولوا أنه يكسر، لكن الشافعي قال القصر رخص والتمام أفضل، والزيدي والحنفي قالوا يجب القصر. هذا صلاة الصحيحة على جميع المذاهب، إما عمل بالرخصة على مذهب الشافعي أو عمل بالواجب على مذهب أبو حنيفة. طب المسافة التي يكون عندها القصر في الصلاة هل يفطر الصائم في سفره الذي يكسر الصلاة فيه؟ نعم يفطر، يفطر من كان قد سافر مسافة القصر فإنه يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل شخص يقيم ويسكن في صنعاء والده في محافظة أخرى ويسافر لزيارة والديه سنويا وينزل في منزل أبيه، فليس عنده منزل هناك إنما منزل في صنعاء، فهل يجوز له عند السفر لزيارة أهله في البلد أن يجمع؟ الجمع سيأتي، الجمع سيأتي، الجمع سيأتي، الجمع سيأتي. لا حديث حاكى من الجمع تكى والله. قال نبدا الباب ويتولى القفل. ان يجمع ويكسر هناك، نعم في الطريق يكسر، وفي البلاد اذا جدا يوم او يومين او ثلاثه او اربعه ايام يكسر، وهنا يبدا عنده خمس ايام في جمع من اول يوم. اما الجمع فسياتي، اما الجمع فسياتي. باب الجمع بين الصلاتين سياتي في كل كتاب، ما مش كتاب كتب الفقه ولا كتاب الكتب السنه الا وفي باب الجمع بين الصلاتين. في بعض الارياف صلي بعض النساء العصر قبل دخول الوقت بسبب الاعمار في الريف في وقت الحشيش والحصار، لأنهن يذهبن المزارع إلا ولا يرجعن إلا بعد غروب الشمس ويذهبن وقت العصر، هل يجوز الجمع إلى لا تفوتن صلاة العصر؟ ما دامهم قد بيصلين فيمكن نقول على المذهب الهادوي الذي قال به يجوز الجمع بين الصلاتين إذا قد كان يترك الأعمال يفوت على العمل. هل يجوز أن أدخل يدي في الإناء قبل غسلهما وأنا جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نامه فلا تفتح صلاة ثلاثة ندبا فقط، أما أنه واجب فليس واجب أو ظاهر، سواء ظاهر أو جنب. الجنابة أمر معنوي، ما قدش نجس مثل ما الكلب، أمر معنوي. إذا المرأة الجنب والمرأة الحائض بتسوي الأكل والشرب، ما بينجس، المؤمن لا ينجس. بعض كتب التاريخ أن مذهب الدولة العثمان السني، ولما قاتلوا دعوات محمد، فلماذا قاتلوا دعوات محمد بن عبد الوهاب؟ هذه القاتلة السياسية ما بتتعلق بالمذهب. ومن أي العثمان يعني ومن أي العثماني يعني أصلهم من تركستان في قفاروسيا، انتقلوا إلى بلاد الأناضول في آسيا الصغرى التي تسمى الآن تركيا. لماذا كانوا بعض الدول الإسلامية في اليمن؟
إذ قاتلوا من أيام ابن الزبير وابن أمية إلى يوم نرسل بالبينات. ما بشتغل المذاهب حتى ولا خير المذاهب. وإذا نريد الإقامة قال أكثر 4 أيام ثم أتم أم أتم من أول يوم. إذا نريد الإقامة قال أكثر 4 أيام ثم أتم. فإذا نويت الإقامة كم نويت؟ فإذا نويت الإقامة 3 أو 4 أيام فاقصر من أول يوم. فإذا نويت الإقامة 5 أيام فتم من أول يوم. هذا السؤال في مكسر. نسيت تخلف الدولة العثمانية ونسيت الأصل. كان اليوم يختلف عما كان في السابقون، وأن المشقة والجهد لم تعود كما كان سابقا. قال يصح القصر بالصلاة في هذا الأصل حيث وجدت الآن. حديث من عن الناس عن التعب والمشقة النفس التكرم بشرع المنظور وجزاكم الله خيرا وأطال عمركم. جاوبت عدة مرات لا فرق في السفر، لأن القرآن علل المسألة بالسفر. القرآن علق المسألة بالسفر. القرآن علق المسألة بالسفر. ولو كان مرتاحا ما دام هو مسافر، فأجمع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على أن السفر هو العلة في القصر مطلقا، سواء براحة أو بغير راحة، سواء على الطائر أو على الباخرة أو أي شيء. لأن في بعض الأحوال المسافر في السيارة إذا تعكرت واختربت هذا يتمنى الإنسان أنه يمشي في بحرها. في بعض الأوزات الطائرة تتأخر وتضرب في المطار يوماً 3 وما يتمنى أن يركب في بحرها. المشكلة لا تزال موجودة، العلة والمشكة، ولكن الشارع ما علقهاش على المشكة بل على السفر. وفي علم أصول الفقهين أول باب القياس إلى آخر باب القياس وهم بيقول العلة هي السفر. يا قاضي السفر في هذه الأيام صح ما توفر السفر المريحة، فكيف يكثر القصر والفضل مع أن السفر الساعة الواحدة تقطع مسافة طويلة؟ القرآن علقها بالسفر. القرآن والأحاديث كلها علقت القصر بالسفر، علقت القصر بالسفر. والسفر هو الضرب في الأرض على الطائرة أو الباخرة أو الراحلة أو أي شيء. هل إذا تخلل الناس بالسفر كان يكون مسافرا إلى ثمر وبكي هي 5 أيام أو 4 أيام ثم تخلل سفر إلى معبر وعاد إلى ثمر وهكذا متجر وأكثر يتخلل متطلقا في سفر آخر؟ إذا هو المسافر من الثمر من خارج مدينة ثمر إلى أول قرية معبر هو النصاب الذي تكلمنا منه فيكثر. إذا كانت المسافة يخرج الإنسان من قرية إلى قرية يكثر، إذا كانت القرية والقرية مسافتها مسافة دياس. على رأي ابن تيمية وابن عثيم وغيرهما من جواز القصر على العموم لمن كان مسافرا، فهل يريد تعالى القارئ بهذا القول أنه إذا جاز له القصر جاز له الفطر في رمضان، وذلك القول مصدر السفر لا زال يطلق عليه. سيأتي باب الجمع بين الصلاتين، وسيأتي باب الفطر في رمضان. في رمضان حكم القصر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر أفطر وأفطر أيضا وقصر في مكة. وكيف إذا كان السفر مستغرقا للسنوات طويل مثلا 20 سنة هل يجوز له أن يفطر كون الإفطار لا زال؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. إذا كان متردد فوق 20 وإذا كان عازم فوق 4 أيام هذا هو رأيي وهو الصحيح وهو الظاهر من الأدلة. وأما ما قاله ابن عثيم أو ابن تيمية فمسؤوليتهم عليهم. كنتم السؤال إليهم ما عشت إليها لأنني مشاني معتنق لهذا المذهب. ربع وخمس الجمعة خرج البلاد من ذر أولاده، هل يجوز له أن يجمع ويكثر
القصر يحصل، الجمع سيأتي، الجمع سيأتي، الله يعينني على الأسئلة. وأنا قلت لكم في أول الباب أنه لا عمر الله يدخلين المساجد على نسج واحد، ما هكذا أن يجلس نقرأ في باب واحد يا الله يعدل العشاء. ما هو الراجح في صلاة العيدين، سنة أم واجب؟ سلمنا قلنا لكم، قد قلنا لكم أربع مرات أو خمس مرات، الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة، لأنها أسقطت الواجب وهو صلاة الجمعة، ولأن النبي أمر بها، والأمر يشتمل الوجوب. وهنا عدم خروج بعض الناس يصلي في الجامع فرادى، أقول هل يجزي مع تجزي الفرادى، ولكنه فاته السنة، فاته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الخروج في مناخة. في سفرنا الحديث صلى بنا الإمام المغرب والعشاء جمعا وقصر، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتا في وقت المغرب، فهل هذا الفعل صحيح؟ مسافرين اقصروا، مسافرين اشبعوا بين الصلاتين، ما دام انتم مسافرين. إذا عزم الإنسان على السفر هل يجمع الصلاة ويقصر في بيته؟ أو يستطيع أن الجمع بين الصلاتين سيأتي، الجمع بين الصلاتين سيأتي، هذا كله سيأتي. قال رحمه الله وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت به السيل فراح قبل أن تزيغ الشمس. قال الزهري عروة لما حدثه عنها بذلك ما شأنها كانت تتم الصلاة، فقال تأولت كما تأول عزمة، مش احنا مسؤولين عن عائشة وعن عزمة، نعمل بالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عائشة وفعل عزمة ليس بحجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأكرها عليه فما للتأويل حينئذ الوجه، ولا يسأل الله إكرامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد السفر على ركعتين، ولا أبو بكر وعمر أبايعون بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يكسرون. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنا أتمت كما أتم عزما، وكلاهما تعول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم. خلاصة الدرس أننا نقول الحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم، فإذا قال الصحابي أو قول شيء مخالف روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى. إذا اختار الداعي الأصولي إذا اختلف رأي الصحابي أو رأي الراوي مع روايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالعبرة بما روى لا بما رأى، أي العبرة بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كلامه حجة، لا في اجتهاد الراوي ولا في اجتهاد الصحابي. هذه القاعدة قال بها الزيدية والشافعي والجمهور، وخالف فيها أبو حنيفة، فقال إذا اختلفت رواية الصحابي أو الراوي مع رأيه فالعبرة برأيه، لأنه قد خالف الحديث، فإما وقد خالفه هكذا التعصب،
فهو مجرح عداله، فالرواية عن النبي لا عمل عليها. وإن كان لدليل فدليل على أنه قد عرف أنه منسوب، ولكن نقول اجتهاد الصحابي لا حجة لي، والعبرة بما روي عن النبي لا بما رآه لنفسه. هذا هو الصحيح. عائشة وعثمان إذا رأوا أي شيء مخالف للحديث فالعبرة بما رووا عن النبي لا بما رأوا لأنفسهم. وقد قال أمية بن خالد عبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة العرض وصلاة الخوف في الدرع، ولا نجد صلاة السفر في الدرع. فقال له ابن عمر: يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ونلعنه شيئا فإنما نفعل كما لعن محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. صلاة السفر في القرآن إذا كان هناك خوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله عليكم، أي فابشروا ولو لم تكن خائفين. وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يجلس السفر على ركعتين. وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذه كلها أحاديث صحيحة. فاصل. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الوتر، فإنه لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر: وقد سئل عن ذلك فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح السنة الرازمة، وإلا فقد سعى صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حين كان وجهه. النوافل المطلق لا معنى منها، لكن السنن من السنة ترك السنة. قال العلماء: من السنة في السفر ترك السنة إلا الوتر وإلا الركعتين التي قبل الفجر. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت بإيمان صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. لا مانع للإنسان أن يوتر على الراحلة ولو قد كانت الراحلة تمشي إلى غير القبلة. لا مانع الإنسان أن يأتي بالنوافل المطلقة وهو على راحلته ولو كانت الراحلة تمشي إلى غير القبلة. قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. في الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته فهذا قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، يعني النوافل لا مانع منها، لكن السنن الراتبة لا يعملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها. وروي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المفروض وبعدها. وبرزان أن الحسن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وجوده وعدمه على الصواب، لأن الحسن البصري أصحابي. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. وأما ابن عمر فقال: لا يتطوع قبل الفريض ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر. ابن عمر كان يتطوع، قال: لا يتطوع قبل الفريض ولا بعدها عملا بالسنة إلا الوتر. وهذا وقال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل
قبلها ولا بعدها فهو كالتطوع المضرات، لأنه سن الراتب للصلاة سن الصلاة الإقامة، يعني أنه لا مانع من التطوع بالنافلة المضرات، وأما السنن السنة لا يعملها. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى نقعة تخفيفا على المسافر، فكيف يجعلها سنة الراتب يحافظ عليها؟ وقد خفف الفرض إلى نقعتين، فلولا قصد التخفيف على المسافر، وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مشجعا، أي لو كنت سأعمل عن نوافل الأتمام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات بها، وهو إذ ذاك مسافر، لأنها من النوافل خير السنن المؤكدة التي قبل الصلوات وبعدها. الخلاصة أن المسافر لا يصلي إلا الفروض، ومن السنن الركعتين قبل الفجر والوتر وغيرها، إذا أراد أن يتطوع ويتطوع ويقوي بها نافل مدرك، ولا يريد بها السنة القبلية أو السنة البعدية. وأما ما روى أبو داود والترمذي في سنن حديث الليل عن صفوان بن سليمان عن أبي بشرى الزبالي عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فرفعه ترك ركعتين عند زيل الشمس قبل الله. قال الترمذي: هذا حديث غريب. رواه أبو داود صلى الله عليه وسلم وروى حسنا وبشرى بن الغالب وحصى بن مناوس بن سينا المؤمرة. واما حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحرك عن قبل الله وركعتين بعدها في غير السبب. وروى البخاري الصحيح ولكنه ليس بصريح في غير ذلك السبب، وعلى اخبرت عن اكثر اموالهم وهو الرجال على سفرهم من النساء. وقد اخبر ابن عمر انه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. فالصحيح انه لا سنن الا الوتر وسنه الفجر، وما عداها من السنن القبليه او البعديه غير مشروعه، الا النوافل المطلقه فلا مانع منها. قيام الليل من النوافل المطلقه يا قاضي؟ ما هي؟ قيام الليل. قيام الليل. ماشي، شيء من السنن المعتاده. السنة المؤكدة الذي يذكر مشرعة الخلقين في الساعة. لا، والحكام السنة. الحكام شو قبل المسلم. رجل كان مسافر على أحد القطار في مصر وخشي خروج وقت الصلاة ولا يدري أين اتجاه القبلة ولا يوجد معه مال الوضوء، وهل يكسر إن شاء الله بتلك المعام يكسر ما دام راكب على القطار في دليل على أنه قد خرج من وسط المدينة. كنت مسافر وصلت إلى المسجد وتوضأت هذا المسجد، أقام الصلاة العشاء ولم أصلي المغرب، فماذا يجب علي؟ المغرب أو عشاء؟ يجب عليك المغرب أولا، المغرب أولا، المغرب أولا، ما يصلي المسافر العشاء قبل المغرب. قال المسافرين هذا لا يقولوا ما بيوصلوا إلا عشاء، ويوصلوا ما قد صلوا المغرب بالتاسع عشر سنين. ما يصير اسبوع ما يصلوا سنة، 24 ساعة ما يصلوا الا بعد العشاء ما يصلوا المغرب، ولا يمضي اسبوع ما مشى الاسبوع. الذين يتنفلون في القاطرات والسيارات وغالب ايام في سفر، فهل يظل نعم من كان موظف في الباصات او في القطاره او وظيفته يعمل في التاكسي من هنا الى الحديده او غيره، يجوز له ان يفطر في رمضان ويقضي، يجوز له ان يفطر في رمضان ويقضي، و
وذلك بأن يعمل له إجازة أو ينتظر إلى أيام الشتاء. ألا ترى يا فضيلة القاضي أن المعلقين على ذات المعاد وهما في حكمهما على رواية وهنا أي غلظا في حكمهما على رواية الحسن بالإرسال، لأنه لم ينقل التطوع في السفر عن الرسول حتى يقال مرسل، وإنما نقله عن أصحابه، والحسن أدرك جماعة من أصحابه كأنس وابن عباس وغيرهما، يعني أنه ما بينقلش عن النبي عن أصحابه. إن كان أصحاب هذا كانوا يعملون هذا العمل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا فعل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لأنه تقرير من النبي، ولكن الحسن البصري لم يدرك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بيحكي عن أصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحجة. لماذا؟ لأن فعل الصحابة ليس بحجة. على كل حال لا حاجة، لا بأس، هذا مناقشة لا بأس بها، لأنه ما بيروش على هذا، فهي صحيحة المناقشة، لكن اختلفت من جهة آخر، وهو أن فعل الصحابي بعد فعل النبي بعد موت النبي ليس بحجة، اختلفت من هذا الجهة، وإلا في مناقشة صحيحة، لأنهم بيقولوا فضيلة أنا مع النبي أصحاب على الإقامة في منى يعتبر، وذلك أنهم تركوها لله، وعلى أساس ذلك تعتبر منى أرض وقف لله أي الحج على ذاك فلا يصح البيت. هذه مسألة فقهية خلافية ستأتي في باب البيت في كتب البيت. يقول في المذهب الهادوي والحنفي أنه لا يجوز تملك أرض منى وأرض مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لا تباع ولا تشترى وأنها للمسلمين ما سبق إليها، وقال بعض العلماء لا مانع منها. هذا مسألة خلافية يتكلموا فيها في كتب التفسير في قوله سواء الحاكم فيه والبعض، ويتكلموا في باب البيت هل يجوز بيع وشراء بيوت مكة وبيوت المدينة أو لا. ففي المذهب الهادوي المنصوص على الآثار أنها لا تباع، وفي مذاهب آخر قالوا بالضرورة أنها تباع. هذا بحث سيأتي في باب أراضي منى إذا نزل الحاج اليوم الثالث من العيد الطواف الإفاضة ووصل وقت المغرب فضاف وتعب ولم يستطع السعي فأخره إلى اليوم الرابع إلى رابع العيد أو إلى رابع الشريك، فهالك عليه شيء ليس تأخيره الإفاضة عليه شيء ما فعل السعي من أصله السعي بالشوق مثل ما الذي جعل العلماء يجعلون السفر نوعا تردد وعزم في سفر النبي مع أن الظاهر من الأحاديث هو أن النبي كلما سافر قصر في الصلاة، ولكن صادف أن بعض السفر استمر 4 أيام وبعضها 19 يوما وبعضها 20 يوما، فمهما كان مسافرا قصر في الصلاة. هل ورد عن النبي حديث أو بعد أنه عزم على أكثر من 4 أيام؟ هذا الصلاة حتى نقول أن النبي لو مكث في مكة أكثر من 4 أيام كان سيتم، وعليه ستكون الأيام التي مكث النبي أوقات طبيعية كان من الممكن أن تزيد أو تنقص مع سفر الحاج إليها سواء في مكة أو تبوك مكان. قالوا الأصل في من قد كان ناسما مقيما مرتاحا ولم يواصل سفره أنه يتم ويصوم، لكن لما رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بقي يكسر، ومن المعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على بقاء هذه الأيام الأربعة
لأنه وصل يوم الرابع الخامس السادس السابع ويوم الثالث هيطرح حجما لأن مناسك الحج تبدأ من يوم الثالث عرفناها أيضا القائل فلم تأخر يقول الله أعلم كيف لكن الأصل في من نسب أنه حكم من كان مقيما لكن لما رأينا النبي عمل هذا العملية قلنا مستثنائه فنقول كل نازل يجب عليه أن يتم إلا الأربعة الأيام لأن النبي وجدناه ناسما وهو عازم قطعا أما حق المتردد فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله تبوك وجهه ما بش مدينة في تبوك ولا أحد بقي هناك منتظر هل يتقدم إلى حدود بلاد الشام أو لا يرجع إلى المدينة فلما كان مترددا حكموا على المتردد هذا مش كلهم العلماء الذي قالوا بهذا القول هو الذي قال به من الصحابة ابن عفان ومن العلماء المجتهدين الشوكاني ومن وراء مش العلماء كلهم فالصواب الذي جعل بعض العلماء يجعل المتردد هذا أنا مش كلهم هذا إذا دخلنا ونحن ثلاثة على المسجد وهم يصلون العشاء فهل يصلي جماعة مغرب؟ لهم نصلي معهم العشاء نصلي معهم ثلاث ركعات ونترك واحدة إذا جئتوا وعادوا في أول صلاة العشاء صلوا المغرب ثم لحقوا الركعة الأخيرة وإن جئتوا قدوا في الركعة الأخيرة أو الثانية أو الثالثة تابعوا وين هو المغرب لأن الصحيح أنه يصح اختلاف النية قال كيف يصلي المسافر على الطائرة على الفرد علما بأن الوقت سيخرج قبل وصولها المطار يتحرك ويصلي على أي صفة كانت الذي في الطائرة بحسب الإمكان إن إمكان للقبلة إمكان وإلى غير القبلة إن إمكان وهو